كعب السبيل. راجل اهدى بالله، وانت مش هتلاقي شهاده مصر. انا مش ببكي على الشاي يا ابوي، انا ببكي على اللي جواه. يعني الغزه كانت في العمه؟ ربنا عوض عليك. يا العمه كان فيها كتير. تخش العمر يا ابوي 50 جنيه. هما ال 50 جنيه فلوس في الزمن الاخضر ده يا ابني. صحيح اللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلوته. عشان تتعظوا. عشان تتعظوا. يا ناس اللي امامكم الفقير الى الله محسن المستكاوي تاجر مواشي. انا جاي من السودان معايا 70 راس بخمسين الف جنيه مصري. بعد ربع الطريق جالهم الوباء. في نص الطريق بقت تسهم. قبل ما اوصل الصغير مات. 70 راس بخمسين الف جنيه راحوا. ورجعت عريان. عريان يا مولاي كما خلقتني. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا وجبنين بس يا رب. يا جدع استعبر، ده كده ابو كاظم هو اللي غلطان يا ابوي، كان لازم ينتج العمه بغيره. وانت كان طمنها في مسطره. الله يعملها هي اللي بترجع. انا كان عامل لها تربان. هو انت عيدهم يبقوا تربتين. اخواني يا اخواني، اخوكم عبد السميع في محنه، والضحك في المحنه ليس من مكارم الاخلاق. ايه اللي هنستفيده لما ينزل عبد السميع يتسول في الشوارع؟ ليه؟ ليه ما نقدمش له ايدينا كلنا عشان نمسح دمعه من عياله اطفال الابرياء ومراته؟ قال الحكماء: ابدا بنفسك وانا هبتدي بنفسي. ادي جنيه مني لاخويا عبد السميع من اخوه المستكاوي. وجنيه كمان رحمه ونور على روح مراتي ام قاسم الله يرحمها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ربنا نوقعكم في محنة يا رب. ربنا يبعد عنكم كل كربة يا كريم. اللهم ولي من يصلح. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا ابني. الله يخليك يا رب. ربنا يبعد عنكم المصائب جميعا يا رب. الحسنة بعشرة أمثالها. الحسنة بعشرة أمثالها. اللهم ولي من يصلح. اللهم جازي ولاد الحلال. ربنا يبعد عنكم بقربة ابدا يا رب. ربنا يخليك الحسنة بعشرة امثالها. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الحمد لله. انت راجل طيب يا ابني. ربنا يسعدك. خد عدي دول يا ابني. يا مولانا 53 جنيه و14 قرش. الحمد لله. بارك الله فيكم يا اهل النخوه والكرم. ابشر يا عبد السميع. ربنا يخليك لنا يا سيدنا الفندق. بس خلي بالك من اولاد الحرام يا ابني. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انا سليت نفسي عشان انقذك. لو ضاع منك مليم واحد انا بريء منك ليوم القيامه. حاضر. ربنا يبارك فيك. ايدك ابوس. اي حد يقابلك في محطة مصر ياخدك بالحضن ويقولك انا بلدياتك ما تصدقوش. اي حد يديك عصير ولا كازوزة وتشرب فيها بنك مش هتلاقي نفسك بعد ثانية. متخافش عليا يا مستكاوي. ده ايه؟ انا ناصح. ربنا يعوض عليك ويعظم اجرك يا رب. يا زعلنا. الحلقة ده ذهب يا بنتي. ايوه هي ال 24 جرام. لا هي يا بنتي لحد يخطفوا منك ولاد الحرام كتير. المنديل اللي فيه الفلوس. اطف المنديل وثبت عليه. اي حد عايز يسلم عليك ما تمديش ايدك خالص، فاهم؟ ولا اقول لك احسن الطوبه تيجي في المعطوبه. هات المنديل لحد ما اخلصك واوصلك من المحطه بايدي انا، وبخلص ذمتي امام الله.
يلا يا اولاد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول امشي على طول. عمارة 10 شارع 13. ايه؟ عمارة 10 شارع 13. هي عايز مين؟ نفادي البوار. نفادي؟ ايوه. ده سافر السعودية عقبال أمالتك. هو ده العنوان، عاوز مين؟ الحاج عبد الرحيم شعبان. عبد الرحيم شعبان عقبال أمالتك، ده راح الأردن. أردن؟ ايوه. ربنا يفك سجنه، والله العظيم كان راجل طيب ولا يستحقش السجن. مدينة مدينة خد تعالى. انت كنت عاوز نفادي ليه؟ قريب ابن عم ابويا، كنت هقعد معاه لحد ما الاقي شغل. ما انت لو بطولة كنت خدتك معايا الجراج، حد يجي مصر مع عياله؟ احنا عارفين نعيش فيها بطمة. اسمع، اشتغل بواب؟ اشتغلت بواب قبل كده؟ لا بس اشتغل يا بيه. العمارة كلها هتبقى مسؤوليتك، لازم تفتح عينيك كويس قوي. طمن يا سعادة البيه. ما تسيبش العمارة لحظة واحدة، هيبقى لك فيها سكن. الله يكرمك، الله يعلي مجامك. خلاص يا اخويا خلاص. حاضر يا بيه. الاسانسير هيبقى مسؤوليتك، ممنوع يطلع فيه حد من البياعين ولا من الشغالين. عمرك يا بيه. مرتبك هيبقى 20 جنيه في الشهر، بس المرتب مش كل حاجة. كل ما تبقى مؤدب ومطيع وتسمع الكلام هتلقط رزقك كويس قوي من السكان، وربنا هيفتحها عليك قوي. ونعم بالله ونعم بالله. شوف يا سيدي، هديك نص شهر يا مؤدب، تعرف تمضي؟ يوه بيه، واعرف اقرا في القناة. اهو يا بيه، اسمك ايه؟ عبد السميع ابو حاطب محمد. محمد حسن محمد. يلا امضي انت. ايه اللي بتعمله ده؟ ما معيش غير كوب يا بيه. اهي بدل القلم الكوب. اتفضل. خلاص يا سيد. هنا شوف يا سيد. يلا السلم يتمسح كل يوم. يلا كلكم بتقولوا كده في الاول، وبعد كده يتمسح من العيد للعيد. لا طمني ساعه البيت. صحيح. اشركنا حمرا ايه؟ وري القطه زي ما هو. خلاص يا اخوي. طيب من الاعداد. خلاص. ايه ده؟ انت بتتكلم عليا؟ ايدك على 10 جنيه. 10 جنيه بتوع ايه؟
نص شهر. مش انا اللي جبت لك الشغل؟ ايه؟ يبقى 50-50. 50-50 يعني ايه؟ ما تفهم يا بلدينا. 50-50 يعني تديني النص مهيئة أول شهر. هو الشغل عندنا في مصر كده. إيدك. مش خسارة فيه. ايه ده؟ اسانسير. مش هنطلع فوق السطح. ما هنطلع في الاسانسير. اتفضلوا. خش. 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 غسيل. هو صحيح مفيش حد بيستعملهم لكن مالكمش دعوه بيها. شكرا قوي يا اخ سيد. سيد سمعانين. انت ابن حلال او اخت سيد؟ والله يا اخي انت اللي ابن حلال عشان كده ربنا هيكرمك انت وعيالك. سلام عليكم. مع السلام. لا مؤاخذة يا بيه. لا مؤاخذة يا بيه. انت مين؟ انا هتسمع الباب الجديد يا بيه.